السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الجزء ديال التمارين خاصة بالدرس المستقيم وأجزائه. ناخذ التمرين الأول اللي هو كيقول لك لاحظ الشكل الآتي ثم أسمن به متوازيين أو متقاطعين أو منطبقين. كنا شفنا في الدرس أربعة الأوضاع النسبية بالنسبة للمستقيمين، إما متوازيين أو متقاطعين أو منطبقين، والحالة الرابعة اللي مكيناش في التمرين هما عموديين. إذا نشوفوا الحالة الأولى، إذا التذكير متوازيين هما لا توجد أي نقطة مشتركة بينهما، متقاطعان نقطة واحدة مشتركة بينهما، منطبقان جوج نقط أو أكثر مشتركة بين المستقيمين. إذا نشوفوا الحالة الأولى، المستقيم دي مع المستقيم ال. إذا المستقيم دي مع المستقيم ال، هذا هو المستقيم دي، نلونه بالأزرق. باش يبان لنا الفرق، الطريقة الأول مستقيم ال، وناخد اللون الأخضر الأول مستقيم ك. إذن مستقيم دي مع المستقيم ال، هذا هو المستقيم دي، هذا هو المستقيم ال. إذا كنلاحظوا أن دي و ال كيتلاقاو في النقطة حسب التعريف من المستقيم اللي كيتلاقاو في النقطة أ، إذا فهو مستقيمان متقاطعان. إذا دي و اي متقاطعان. الحالة الثانية ال و أ أ، ال و أ أ، هذا المستقيم مع هذا المستقيم، إذا كنلاحظوا أن المستقيمان كيشتركوا في النقطة أ وفي النقطة أ، إذا في المستقيمان منطبقان دي ال و أ أ منطبقان. أ اف أ اف و أ بي، أ اف و أ بي مكيشتركو حتى في شي نقطة، إذن فهما مستقيمان متوازيان. أ اف و دي، أ اف و دي فهما كيشتركو في النقطة أ و إف، إذن فهما منطبقان. إذن يكفي أنني نكون عارف التعريف ديال كل حالة على حدة باش نعرف نميز بيناتهم. مستقيم ك اللي بالخطر مع المستقيم أ بي، إذن هما على نفس المستقيم، إذن هما مشتركتين، إذن فهما منطبقان. ومستقيم ك مع المستقيم ال، ك مع ال، ك مع ال كيتلاقاو في النقطة أ، إذا فهما مستقيمان متقاطعان. دي مستقيم دي مع المستقيم ك، لا يوجد أي نقطة مشتركة بينهما، دوك اللي بزرق واللي بالخضر كاين اشتراك بينهما، فهما متوازيان. وآخر حالة مستقيم AB مع المستقيم AE، إذا فهما كيشتركو في النقطة A، إذا فهما مستقيمان متقاطعان. إذا هنا شفنا الخاصية ديال التوازي والتقاطع والانطباق بين المستقيمات. ندوزو للتمرين التاني. إذا التمرين الثاني، دونك بعد ما شفنا التمرين ديال الرسم اللي من خلاله كنشوفو الخاصيات، دابا نرسمو حنا بيدينا. إذا التمرين كيقولك ارسم ثلاث نقط، السؤال الأول ارسم ثلاث نقط غير مستقيمية. كنا شفنا أن نقط مستقيمية مثلا أو بي نقط مستقيمية إذا كانت كتنتمي لنفس المستقيم، يعني أو بي سي رسمناها بحال هكا، إذا هادي نقاط مستقيمية. تذكير بالنسبة للتمرين ديالنا، إذا أرسم
ثلاث نقط غير مستقيمية أو بي أو سي، ثلاث نقط غير مستقيمية هي لا تنتمي إلى نفس المستقيم. قد ترسم هنا أ، كما نرسم هنا بي، ونرسم هنا سي، أو قد ندير هنا أ، هنا بي، وهنا سي. عندي هنا الاختيار المهم أنها ما تكونش كيجمعها مستقيم واحد، هذا هو الأهم. إذا ناخذ المثال الأول اللي درنا، إذا أ و بي و سي هما نقاط غير مستقيمية. السؤال الثاني، إذا أ و بي نقاط غير مستقيمية، أرسم ثلاث مستقيمات دي و ال و ك إذا علمت أن. إذا أول حاجة دي يمر من أ و بي، دونك دي يمر من النقطتين، يمر من النقطتين أو بي، دي يمر من أو بي، يعني مستقيم دي. اسمحوا لي، مستقيم دي، إذن هذا هو دي، إذن يمر من النقطتين أو بي. الجزء الثاني من السؤال الثاني، أرسم L حيث سي من يمر من سي، إذا راه كيدوز من سي ويوازي دي. إذا كيفاش كيكون مستوى؟ هو غيدوز من سي، ولكن قد يدوز هكا، قد يدوز هكا، قد يدوز هكا، هذا الاتجاه يوازي دي، يعني ما كاينش نقطة مشتركة بيناتهم. إذا كيفاش كنديرو؟ يوازي دي، يوازي دي كرسموه بهذه الطريقة، يعني ما كاينش نقطة مشتركة بيناتهم، ده معناته يوازي دي. إذا المستقيم يوازي يوازي دي ويمر من سي، إذا ما كاينش نقطة مشتركة ما بين دي المستقيم اللي غرسمه. إذا يمر من سي ويوازي كيكون على هذا الشكل. إذا يمر من سي يوازي ويوازي سي، دونك النقطة سي، هذا نكتبوها هنا النقطة سي. دونك هذا هو مستقيم ال. نزولو هكا. السؤال الثالث، ارسم ك الذي يقطع ال في السي. اذا ك كيقطع ال في السي، هو مستقيم كيقطع ال في السي، يعني ك غيدوز من هنا ويقطع دي في ا، يعني غيدوز من هنا. إذن ك غيكون تما، أنا كنرسم بالسينو ماشي بمسطرة، تما غتجيبوها قد ار. إذن ناخد يس نقول فوالا. إذن هذا هو المستقيم ك ديالنا. إذن المستقيم ك يقطع ال في سي ويقطع أ ويقطع دي في أ. إلا قلت لكم دابا نزيدكم أنا سؤال، أرسم مستقيم دلتا يقطع دي في بي و ك و و ال في سي.
اذا اول حاجه غنجيو نحدد النقط، اذا دلتا يقطع دي في بي، دونك غيدوز من هنا ناخد كل واحد اخر، ناخد اختار مفتوح، دونك غيقطعو هنا، يقطعو هنا ويقطعو ال، هذا هو ال ولا بالزرق في سي، اذا غيدوز بين هاد جوج نقط. دونك الى رسمتو يجي على هاد الشكل هذا، دونك هذا هو دلتا. هذا فيما يخص التمرين الثاني ديال الرسم من خلال المعطيات. دابا التمرين، شوف واش كيقولنا التمرين، ننظر الشكل جانبه، هذا هو الشكل، عندنا مستقيم تي وعندنا نقطة أ ونقطة بي. السؤال الأول كيقولك ارسم نقطة ام على المستقيم دي، دونك نقطة ام كتواجد على المستقيم دي بحيث تكون ا و بي و داك ام مستقيمية. قلنا باش تكون نقطة مستقيمية خاصها تكون تنتمي نفس المستقيم، دونك بما ان ام تنتمي الى المستقيم دونك تكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، تكون على المستقيم. بما ان خاصها تكون انها تكون مستقيمية مع او بي، نرسمو المستقيم او بي، دونك المستقيم او بي انا ما عنديش المسطره كرسمها بيدي، دونك هذا شكل تقريبي للمستقيم ان بي. اذا باش تكون ا و بي و ام مستقيميه تكون تنتمي لهذا المستقيم، وبما ان ام كتنتمي للدي فاذا النقطه ام هي هذه النقطه، هي هذه النقطه هذه، دونك هذه هي النقطه ام. سؤال ثاني، ارسم المسقط العمودي، المسقط العمودي للنقطة، المسقط العمودي للنقطة أ على دي. كنا شفنا المسقط العمودي المسقط العمودي لنقطة على مستقيم، اش كنديرو؟ كنرسمو المستقيم العمودي على المستقيم دي ونقطة التقاطع معه اش هي المسقط العمودي. اذا النقطة اش هي هنايا، اذا اش هي المسقط العمودي، كنرسمو المستقيم بالمسطرة اللي عمودي يكون 90 درجة مع دي، ونقطة التقاطع هي المسقط العمودي. ارسم مستقيم المار من بي، دونك مستقيم دايز على بي والعمودي على دي في النقطة ك، اذا هو مستقيم مار من بي وعمودي على دي، عمودي على دي، دونك عمودي على عمودي مستقيم عمودي تقريبا، هذا المستقيم نسميه احنا دلتا. عندنا المستقيم والعمودي عليه في النقطة ك، دونك هذه النقطة، النقطة ك. إذن لاحظتو هنا كيسولنا زاوية قائمة حيت مستقيم، المستقيم عمودي على المستقيم دي. بالنسبة للسؤال أربعة، سرعة قلك بين أن اش متوازي مع بيكا، يعني أن هذا المستقيم، هذا المستقيم بيكا متوازي مع المستقيم اش. إذن
اثنان. دونك اثنان. دونك بماء النار. بماء النار. بماء النار. اش نسقط هذا باش تجاوب على التمرين، نسقط العمودي للنقطة A على D. إذن اش عمودي، الرمز اللي كنا شفنا في الدرس، عمودي على D. وبما أن من خلال السؤال 3 مستقيم المار من بي والعمودي على دي، إذا المستقيم في النقطة ك، إذا بي ك عمودي على دي. وهذه خاصية من الخاصيات اللي كتقول لك ملي كيكون عندك مستقيم ولا رسمتي مستقيم عمودي عليه الأول ورسمتي مستقيم عليه التاني، كيكون عمودين عليه بجوج، إذا هاد المستقيمان متوازيان. إذا اش يوازي بيكا، هاد الخاصية كنستنتجوها من خلال الرسم. عندك مستقيم اش عمودي على الدين، ومستقيم بيكا عمودي على الدين، ونلاحظ أنهما مستقيمان متوازيان. بالنسبة للسؤال 5، السؤال 5 ارسم النقطة سي على نصف المستقيم ام ا. وشنو قلنا؟ قلنا نصف مستقيم هو جزء كيكون جزء مسدود وجزء مفتوح. اذا عندنا ام وعندنا ا، اذا نصف المستقيم، اذا بحيث المسافة ما بين ا ام و ا سي متساوية. إذا لاحظتوا معايا عندنا نصف مستقيم، إذا من هنا مسدود ومن هنا مفتوح. إذا غنرسم سي بحيث أ إم تساوي أ سي. إذا أ إم تساوي أ سي وكتنتمي لهذا نصف مستقيم، إذا سي غتكون في هذه الجهة. غنرسموه، نعتبره هذه النقطة سي، بحيث هذه المسافة تساوي هذه المسافة. هنا ما كفانيش المجال فين نزيد نرسمها، ولكن نعتبر أن هذه المسافة كتساوي هذه المسافة، هذه هي النقطة سي. إذا النقطة سي نصف المستقيم بحيث AM تساوي AC. نرجعوا للسؤال الذي يليه، سؤال 6. ماذا تمثل النقطة أ بالنسبة لإم سي؟ إيش كتمثل النقطة أ بالنسبة للقطعة؟ بالنسبة للقطعة هذه القطعة إم سي، القطعة إم سي شنو كتمثل لها أ؟ إذا بقيتوا عاقلين في الدرس كنا شفنا بلي إذا كانت أ تنتمي إلى قطعة مثلا إم سي، بالفعل عندنا أ تنتمي، دونك أ تنتمي إلى القطعة إم سي كاينة بيناتهم بين إم سي. وشنو عندنا؟ عندنا المسافة أ إم تساوي مسافة أ سي. إذن حسب الخاصية اللي في الدرس، إذن النقطة أ تسمى منتصف القطعة إم سي.
السؤال الأخير، كم من مستقيم يمر من بي ويوازي دي؟ شحال مستقيم اللي قد يكون جزء من دي ويوازي دي؟ يدوز من بي ويوازي دي. قاعدة إذا ما يمكنش نرسمه منذ مستقيم يوازيه، وهذا يمكن نرسم شي مستقيم واحد اخر كيدوز، ما يمكنش. اذن هو مستقيم واحد دونك، اذن هو مستقيم واحد اللي يمكن له يمر من نقطة بي ويوازي دي. وبهذا كنكونوا تقريبا شفنا جميع الخاصيات في هذه التمارين. نتمنى تكون استفدتوا معنا، ونتلاقاو ان شاء الله في درس اخر وفي تمارين اخرى. السلام عليكم.